مرحبا بكم مرة أخرى. دائما في إطار الوجبات الصيفية الخفيفة نحضر معكم وجبة متكاملة، نشوفوا المقادير والطريقة في وقت واحد. كناخدو نص كيلو ديال الشطون، غنديرو له الزيست ديال الحامض والعصير ديال الحامضة، شوية الملحة والثومة، ونخلطو مزيان. كناخد مقلة دي ندهنها مادة دهنية يعني زيت أو زبدة، وغادي نستف الشطون وحدة وحدة وحدة. غادي نديرهم فوق العافية ونخليهم يطيبوا شي شوية، ما نمشيش يتحمروا في مرة. غادي نرش من الفوق شويه ديال الدقيق القمح الكامل، غادي ندير شي طبيصيل هكا وغنقلب هذا الطبق، ونعاود نردو شي تحمر من التحت، ونعاود نفس العمليه. غادي نرش من الفوق بالدقيق ايضا القمح الكامل، ومن بعد غادي نقلبو للجهتين حتى كيتحمر مزيان، وندوز نصايب السلطه. خديت البطاطا مسلوقه، نزيد ليها الملح والكمون والمعدنوس وشوية ديال البصلة، زويتة بلدية، وكنخلطها وكنقدم بالسلطة بحال هكا. السلطة الثانية غناخد فيها مطيشة مقطعة، شوية ديال الوريقات ديال الحبق، وريقات الجرجير، وريقات ديال السبانخ، شوية ديال الزيت البلدية، الحامض، الملحة، وشوي ديال الخيار مقطع، وغادي نقدمه مع شويه ديال الطون. شويه ديال الزنجلان كحل من الفوق، والاطباق هي واجده بالصحه والراحه.